بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال وحيدك سلامة يا سلامتا إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدي موضوعا ولا ليال نفتي إذا يتينا برهب الله وذاقه وحاوي الله سبحانه وتعالى حسكيسة إلهي سبحانه وتعالى حسكيسة وحلا مهورانا ولا ليال قفك الصوم مسلمة والله سبحانه وتعالى دين تيسا وافجي الله سبحانه وتعالى وقرنسيي وضد ربك أه وحال دونيا إنو لياش علاقة جوكتا يحص الله سبحانه وتعالى هريها بين إنو متقن الله سبحانه وتعالى حصو وآي ولا ليال ما أنت مسلمين بضن أيا وحيكش شيغانيان نلشو دباتوين بضن أم هنقطة دباتو قويس دحتال هنقطو أم هنقطو دباتو شخصي قفو هيستا هنقطو أم هنقطو دباتوين كوهب سدي دول كإسلام كا ما أنت إن عصرقان أنول نهجرو ولا ليالو نبكاس وحيو كيميد علاقاتك الله سبحانه وتعالى أن الله إنهي حسك الله سبحانه وتعالى أن حس لهين أو ماشا كبحي لذلك هدان إسحسوسينو وأرين إليه سبحانه وتعالى وليه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حسوستا قفك إن خيرك الله حسوسي وقفك مؤمنك أه وينفعيسا وأنا شيء مأمور وقفل بمسلم اللي قدوني وقفك كلا إنه حسوسي محاكيني إن الله سبحانه وتعالى حسنه والله سبحانه وتعالى أمر كيسا مؤمنين الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كوا الله سبحانه وتعالى رميه كوا حق الراعي الله سبحانه وتعالى حسكي سبضية إلهي سبحانه وتعالى حسكي سبضية سؤال هذا نسوي دينه ولا لا هذا مغلية أن أما يهور تاجن أما يمغلي دون هدول الله هدمه قف البوح لما هورانا إنه يسوي ديو نفتي سوي ديو how much إلهي سبحانه وتعالى حسطا إلهي سبحانه وتعالى جدول كم كوجو جرا إن الله سبحانه وتعالى حستز ما تكتا صلاة الله سبحانه وتعالى أن تايم كنت كتا جماعة ما كنت كتا هدا صلاة تكتو إلهي سبحانه وتعالى ذكر كيسا ما شكتا سبحان الله الحمد لله الله أكبر إسكيجل من الله الله سبحانه وتعالى على أتقاتك الله سبحانه وتعالى أذق ذين دحيا أكو حوجسو إلهي سبحانه وتعالى آيات كروحه كله يفذكرون يذكركم إحصى أنا وين الحصية هدا الله سبحانه وتعالى ولا أنك حصنه إلهي سبحانه وتعالى جل في علاه ونحصية هدا نجوب كحصنه جوب كون أكسن الله سبحانه وتعالى أيوة نجوب حصية مركو حلا مهوران قف كسوة مسلمة ولا ليال إن وكد ذاله نبي صلى الله عليه وسلم توجيهات كونسيه إلهي سبحانه وتعالى وحياله نفري إن وقف البكد ذاله وياشن ولشيسة وقت إلهي سبحانه وتعالى أودي كيد قريه وإلهي سبحانه وتعالى كحصه نبي صلى الله عليه وسلم وحاسس صحيح حديث صحيح كسو ناضي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في كل أحيانه نبي الله سبحانه وتعالى حسكيس يشك شاكيس وقت والبا وأهين جري أنك مسلمين ولا ليالو دبان سقلنا قرنو إلهي سبحانه وتعالى سويدينو إما سان حسنا مالك حدان الله سبحانه وتعالى حسوينو كان سكوان ساسك أما وحا كدلنا يا محاوي الله سبحانه وتعالى قفك ولا ليال حسكيس الله سبحانه وتعالى كجيت سدا إلهي سبحانه وتعالى القرآن كيسونا وقت المامي إنو قلنا يو نرال عذك نرال علص نرال أوسان متقانا كليس سكوف النين واي ولا لا إله سبحانه وتعالى إن كما مارنو إله هدي جر ونوبها الناي إله سبحانه وتعالى وحو قرآن كيسا كلي هاي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا روحي كجاستا أني حسكيغا الله سبحانه وتعالى وحو لي روحي كجاستا حسكيغا يشيك شيك ديدا وحا أصغنا تون قرين دونا نرال عريريا نرال عريريا يسويدي مانتا ولا لا نرش هذا سيتهاي وحا أركيسا مانتا ضد بدنا مسلمين waxa laga yaabaa inay haystaan gaariga gawaarida ugu qurux badan waxa laga yaabaa dharka ugu qurux badan in la bistaan waxa laga yaabaa guriga adduunkan ugu qurux badan inay degan yihiin laakiin waxa la arkaa the same time inaysan ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubtadi ka saaray farxadii uu ka saaray
waa murugaysan yahay maanta dhan uu sheeganaya hadii meel loo furo caafimaad xumo lagu ridaya cunugii baa ka xanuunsanaya barogaraamkii ka halaabay waxa arkaysa qofkaas walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanan xusin waxa weeye noloshiisa waxay noqonaysaa nolol ciiriiriya aayad kale waa tu allah subxaanahu wa ta'ala fi suuratu sukhruf kulaha wa man ya'shu an dhikri arrahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dadka indhaha ka laabta حسك الله سبحانه وتعالى الله الرحمن كحسك يسا يشيك شيك ديسا دادك كجيستو عندها كلابتا وحولي الله سبحانه وتعالى وحان لمان وقال لغينا شيطان شيطان ايا وحو نقونا يا وذي شيطان ايا وحو نقونا يا صاحب نلوشي سلا وذاقي ويا شيطان شياطين تنا وحي سمينا يان وحي كفو قينا الله سبحانه وتعالى جد كيسا وحي نقوم رأينا يا مركز إنه يكسو قيهين نلو التوصن ايقو نلو شوذي ايا توصنين وي مركو لا يا لو قف الله لو قف كي مانتا دريمي إنه يمرغه dareemaya in mataqaana noloshiisa ay wax ka dhimayeen dareemaya in ay caafimaad xumo hayso dareemaya in ay dhaqaale la'aan hayso dareemaya inuu u baahan yahay caawin u baahan yahay qof kasta waxa la doonayaa walaal arintaas ay haysto inuu Allah subhanahu wa ta'ala dib ugu noqdo ilaahi subhanahu wa ta'ala asaga ayaa mataqaana wax kastaan u baahanahay nasiinaya ilaahi subhanahu wa ta'ala wax kastaana gacantisa ayay ku jiraan weeyaan walaalayaalo markii ilaahi subhanahu wa ta'ala qofka uu xuso ilaahi subhanahu wa ta'ala nolosha ciriiriga ku jira uu ka saaraya إلهي سبحانه وتعالى وكساريا والله سبحانه وتعالى وحول لي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة الله سبحانه وتعالى وحول لي روحي عمل وناكسن صوبية أما لب أما ددك هذا عمل وناكسن سمية at the same time مؤمنة والله سبحانه وتعالى إيمانك لقاه لي الله رمي أعماش وناكسن ليمت إلهي سبحانه وتعالى وحول لي فلا نحيينه وحان نوليننا أنصينينا نرل طيبة nolol wanaagsan adduunkan adduunkan hadduu ku nool yahay dhib hadduu ugu imaado ma tiiraanyo walwal ma leh ma murugoonayo hadduu wanaag helo wuu ka shukrinayaa oo ma taqaana ma kibrayo nabiga sallallahu calayhi wasallam waatu xadiid ku lahaa saxiixa cajaban li amri almu'min layaab badana xaaladda qofka mu'minka uu ku sugan yahay xaaladdaasna lagama helo qof aan mu'min ahayn qofan Allah subxaana wa tacaala iimaanka qalbigiisa unan gelin iimaankiisa uusan ahayn iimaan firm ah iimaan adag uusan ahayn lagama helo xaaladdan xaaladdan maxay tahay النبي صلى الله عليه وسلم حول إن أصابته سراء وشكرا فكان خير خيرا له هدو وناك هلو خير هدو هلو ما نقالا مو هلو عافمات هلو هرمر قارو وحاو إلهي سبحانه وتعالى أيوك مهد علينا يا هدو نبكو حفسدو عافمات در رؤتي مادو توجع على لقاقاضو إن متقانا نولاش عريري كيرا قشو وصبر يا لأنه وحوقي هاي إذن الله سبحانه وتعالى إنا kaqadi kale marka walaalayaal indib Allah subhanahu wa ta'ala ugu noqono dhikriga Allah subhanahu wa ta'ala aan badinno koow hadaan dhikriga Allah subhanahu wa ta'ala badinno saan sheegnay saacadan helayna liiban adoon yimid aakhira intaba mid labad walaalayaal waxaan ka badbaadeena nifaqa calaamada munaafiqiinta ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka fi suurata an-nisaa ku tilmaamay uu leeyahay إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وحنكبت بعده إن الله بصفه والله سبحانه وتعالى نقول تلما من قرآن كيسا أي كسوا في بون دتك منافقين تا إلهي سبحانه وتعالى وحول ليه هذه صلاة وإستاغى المنافقين تا وحول إستاغى ينأيقوا عقجيدة صلاة مركي آذان أيقوا عقجيدة تكنيا وحما أنت سويدين مضل إمي سقفوا ما أنت مسلمين صلاة تكني ان سويدينو ام سقفو مانت مسلمين ان صلاه تكنن ددك ان صلاه تكنن مانت مديه كرنا منافقين اتين الله سبحانه وتعالى ايدا وحو كوشيغيا منافقين تا ايغو ليزق ايغو متقن عاجيد اني صلاه تكنيان ددك ان صلاه تكن مخان كتلمامينا قفكي صلاه تكدو جماعان كتكنن واي منافقين تا وقت النبي صلى الله عليه وسلم الله ايات كان سو دجي جماعدي كوسو تكن جيرين النبي صلى الله عليه وسلم سو تكن جيرين ايغو عاجيد ايمان جيرين لكن مانت مسلمين بدن او نول ولاليا عاجيد حتى كوما ايمادان صلاه وحان نفتدي تين ان كو كوانين لها inaan sifadaas aan ka fogaano ah khayrka iyo salaada iyo khayraadka dhan laga cagjiyeeyo wa idha qamu ila salati qamu kusala yuraauna an-nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila allah subhanahu wa ta'ala munafiqiin tuhu qutil maamay also inay mataqaana xuska allah subhanahu wa ta'ala aad ugu yarihay ee allah subhanahu wa ta'ala san sheegin allah subhanahu wa ta'ala dhikrigiisana aysan wax yar ma ahan aysan sheegin su'aash is waydiinta umada waxa weeye maanta dadkeena muslimiinta imisan Allah subhanahu wa ta'ala husna nabiga sallallahu alayhi wasallam saa toosta soo tilmaamnay wuxuu xusu jira Allah subhanahu wa ta'ala hari habeenba waqti walba goob walba annagoo maanta dad muslimiina oo casriga nool khaasatan dadkan hadda ingiriiska iyo yurub ku nool iyo westiga ku nool general speaking oo ma taqaana meela fitna jooga dhikrigan hadduu yaraado maxaa nolosheena noqonaysa ilaahi subxaanahu wa tacaala nabigiisa uu dambi dhaafay inna fataxnaa laka fatxan mubiina liyagfira laka allahu maa taqadama min dambika wamaa taakhar ilaahi subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu noo tilmaamay in uu dunuubtiisii hore iyo kuwii dambaba dhaafay
هري هبينا وحن أركينا سانت المامني نبيك الله سبحانه وتعالى إنه حسكيسا أدو بدين جري وحلا مهران وقف قصوا أنجا نجمي ذا ولا ليال إنه نبيك الله سبحانه وتعالى كقد ضيضه وأوجز الله سبحانه وتعالى إنه حص ولا مهران قف كمرك ولا ليال وحص الله سبحانه وتعالى وحسك الله سبحانه وتعالى بضيع وحي كنت سيسا قف كان إنه الله سبحانه وتعالى جعليه لأن عرب وحي ترى من أحب شيء أكثر ذكره قف البوانا قنا يود ودريم كرام شيء وجعليه هاي أدب أبن بونيا أدب كر وق هذا أدب وشك شجع مرك هدي ربنا جتها إلهي سبحانه وتعالى إن جعلنا جعلك الله سبحانه وتعالى ربنا جتها وحال ما هوران الله سبحانه وتعالى إن حسك يسبضنا أن شك شجعنا مرك يتصل على ولا لوحي من يا من أن هل نلال نبا نرى الحقيقة إلهي النبي صلى الله عليه وسلم نوت المام كلا مثل المؤمن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الميت مثل الحي والميت قفك الله سبحانه وتعالى حسنا أشك شجع وذكرك الله بضيع يقف كان الله سبحانه وتعالى حسين وذكر جيسان الشيخ شيخين وقفنا ليقف انت لم يذهين ويقف كان هدو قلب جيسان نولي هاي إلهي وشيخ شيخ لها وحو الله سبحانه وتعالى الشيخ شيخ ويوحوه قلب جيسواء لنتي قلب جنا ولا ليال ومال مهمة وقبت الله سبحانه وتعالى ان متقى ان هدو ان الله سبحانه وتعالى سيد نبأ وقرر ما انه جير كان يأودان كلاته الله سبحانه وتعالى نسي قلبك أياما مولايا وبقرؤه سلاس دراد إلهي سبحانه وتعالى وحان ويدسا إنو نوفضي ذكري جيسا الله سبحانه وتعالى والشيطان نوغدقين وذي قفل بوان نغان نغمد ولا ليالو ديبها إسوكو نقضو إلهي سبحانه وتعالى على قدها حوجيو إلهي سبحانه وتعالى هسكو ضي إنو حرير جوك توسا أو جوكته الله ياشو كاقما باهنا إنا توبو حسيد تليفون كاودتيد maanthil ina lacag u bixis kaagama baahna ina soo tab ab galays kaagama baahna and anytime waa wici karta ilaahay subhanahu wa ta'ala waa la xiriir karta cidiin dhaxaysa allah iyo adiga ma jiraan isku day marka maalinki waagi markuu bariyo ina dhikri allah subhanahu wa ta'ala wax yar oo kamida aad akhrisato aqal shay saad noqoto dadka allah subhanahu wa ta'ala in xusa uga mid noqoto habeenkana sidoo kale waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanayna dunubteena dhaafo noonan fudeeyo khayrka dhikriga sana ma taqaanu najcal siyo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahirrahmanirrahim والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.